بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل الحديث في مادة Intermediate Accounting، وفي هذا الفيديو منا نبلش إن شاء الله في Chapter 4 واللي هو بعنوان Income Statement and Related Information، قائمة الدخل والمعلومات ذات العلاقة. طبعا هذا الشابتر يحوي على 5 محاور أساسية. في فيديو اليوم منا نأخذ المحور الأول اللي هو عنوان Income Statement، وبالتحديد منا نحكي عن Usefulness of the Income Statement، فائدة قائمة الدخل. طيب في البداية هنا الكتاب يعني بعرف بعض التعريف هيك قصير للإنكم ستيتمنت، قائمة الدخل. بيحكي هي عبارة عن ريبورت، هي تقرير يعرض أو يقيس اللي هو مدى نجاح الشركة في أعمالها لفترة معينة أو يغطي فترة معينة. طبعا في عندي العديد من الأسماء للإنكم ستيتمنت، ممكن نسميها the statement of income أو نسميها statement of earnings، أو ممكن مرات نسميها Statement of Comprehensive Income، أو ممكن نسميها Statement of Profits and or Losses. في أسامي متعددة للإنكم ستيتمنت. الآن بشكل عام الـ Usefulness للإنكم ستيتمنت هي بتكون لليوزرز، هاي اليوزرز اللي هم مستخدمين هذه القوائم المالية أو قائمة الدخل. بتساعد اليوزرز إنه يحددوا اللي هي Profitability، الربحية، درجة الربحية للمؤسسة، الـ Investment Value، القيمة الاستثمارية للمؤسسة، والكريدت وورثنس اللي هو الجدارة الائتمانية، هل هذه المؤسسة جدير انه انا يعني اكون بروفايدر لها كمستثمر او ككريدتور، اعطيها يعني التمويل اللازم ولا لا. طبعا بشكل عام الانكم ستيتمنت تعطي يوسفل انفورميشن، بروفايد انفستورز اور كريدتورز او اند كريدتورز انفورميشن مثل ما احنا بنلاحظ، والمفروض ان تكون هذه الانفورميشن ايش؟ يوسفل انفورميشن، وتساعدهم انهم يعملوا بريدكشن، توقعات عن كميه وتوقيت ومدى التشكك او الدقه او عدم الدقه في التدفقات النقديه للمؤسسه. طبعا لما نحكي اللي هو انسرتينتي اللي هو اللي يعني التأكد أو عدم التأكد من التدفقات النقدية، هنا بنعني الفيوتشر. طيب خلينا الآن نيجي ونشوف شو اليوسفولنس أوف ذا إنكم ستيتمنت، شو الفوائد اللي احنا بنحصل عليها من الإنكم ستيتمنت. طبعا مثل ما حكينا قبل يعني الإنكم ستيتمنت تعطي يوسفول انفورميشن عن اللي هو البريدكتد كاش فلو، يعني تساعد اليوزرز في توقع التدفقات النقدية المستقبلية بالعديد من الطرق. أول شيء في عندي evaluate the past performance of the company اللي هو تقييم الأداء التاريخي أو السابق للمؤسسة. طبعا الـ past performance اللي هو الأداء التاريخي أو الفترات الماضية هو يسمح بعملية الكومبارجن اللي هو المقارنة، سواء بدنا نقارن في أداء الشركة من سنة إلى سنة أو بدنا نعمل كومبارجن بتوين يعني different companies، لأنه أنا في عندي العديد من الشركات المتنافسة في نفس المجال هي competitors المتنافسين، فمهم جدا عندي ومفيد جدا لإلي ان اعرف انا شو حققوا من ارباح نفس هذول الناس ونفس المتنافسين فيها. طبعا مثل ما هم بين هنا evaluate past performance، هنا معطين هيك رسمة توضيحية، هنا مثلا هذه الشركتين بنقارن بين اللي هو الارقام الموجودة في income statement من خلال المقارنة بين البروفيتس اللي هو الأرباح. فبنلاحظ مثلا تويوتا إذا كانت أرباحها اللي بتكون نتيجة الريفينيوز ناقص اكسبنسز بتكون أكبر، وبالتالي أنا أز يوزر كمستثمر أو كريدتور بكون أنا التوجه نحو إيش؟ نحو تويوتا، وهذا يعني يعكس مدى الفائدة من اللي هي إنكم ستيتمنت. الفائدة الثانية إنه الباست بيرفورمانس اللي إحنا حكينا عنه في النقطة السابقة ممكن يوفر لي أساس للبريدكشن، basis for predicting future performance، انه يكون اساس بناء عليه انا اتوقع الاداء المستقبلي للمؤسسة. يعني على سبيل المثال ممكن انا تعطيني اللي هي الباست بيرفورمانس الاداء القديم او للفترات السابقة انه الاحظ انه الشركة بتربح، يعني كل سنة بتربح، فممكن انا اتوقع انه السنة القادمة راح تربح الشركة، على انه هذا البريدكشن او هذه التوقعات ما بتكون دقيقه لانه لا يعلم الغيب الا الله في الاخر، ولكن بيظل يعني الباست بيرفورمانس ممكن يعني يشكل اساس لتوقعات مستقبليه. وطبعا هنا يعني لما يكون في عندي ترندز يعني في عندي اتجاه ثابت للاداء السابق، فهين بكل
that if continued, يعني إذا كان هذا trends يعني مستمر، هذا شو بيعمل؟ provide information about future performance، راح يعطيني يعني مؤشر ومعلومات مفيدة عن الأداء المستقبلي. ولكن منا يعني نأكد كمان مرة إنه ال past success اللي هو النجاح السابق does not necessarily translate into future success، يعني ليس بالضرورة إنه يعكس نجاح مستقبلي، ممكن يجي بعده فشل احتمال. الآن إذا المحللين والدارسين واليوزرز وجدوا correlation significant correlation أو reasonable correlation، يعني في عندي ارتباط قوي موجود بين الباست والفيوتشر بيرفورمانس، هنا ممكن هم يعني يطلعوا بأرقام ونتائج ممكن تكون مفيدة لهم. وهذا الرسم بحاول هنا يوضحه إنه بحاول يعني بالاعتماد على الباست بيرفورمانس يتنبأ بالفيوتشر بيرفورمانس. الفائدة الثالثة للإنكم ستيتمنت اللي هو تقدير المخاطر، تقدير مخاطر أو عدم اليقين في تحقق اللي هو فيوتشر كاش فلوز. وطبعا هنا المعلومات اللي بتكون آتي من components of income، يعني بنود اللي هو الانكم والريفينيو والاكسبنسز والجينز واللوسز، هذه ممكن يعني تعطي إضاءات على العلاقة بين هذه البنود. وهنا ممكن يعني احنا نركز على الديس continued operations، في عندي عمليات غير متكررة. الآن مثل هذه العمليات الغير متكررة هذه لا تصلح إنه أنا يعني أعرف أو أقدر المخاطرة لأنها مش مستمرة. الآن العمليات المستمرة اللي احنا بنسميها continuing operations اللي هي دائما يعني تكون متكررة في الشركة عادة، وهي اللي بنتج عنها اللي هو الاوبريتنج انكم، هذه ممكن يعني احنا نعتمد عليه حتى نقدر اللي هو الفيوتشر كاش فلوز والريسك المرتبطه بالفيوتشر كاش فلوز. لاحظين شو بقول لي، thus results from continuing operations النتائج من العمليات المستمره have a greater significance for predicting، يعني لها تاثير قوي في عمليه اللي هو توقع فيوتشر بيرفورمانس اللي هو الاداء المستقبلي than the results from discontinued operations، بالمقارنة بالنتائج اللي هي بتكون من العمليات غير المستمرة. فهنا لاحظوا شو بتعرض هذا الشكل، بيعرض لي اللي هو في عندي أنا شركة، في عندي هنا بنود لإلها، هنا بيعرض درجة اللي هو recurring اللي هو التكرار إذا كانت يعني continuing ولا discontinuing، متكرر ولا غير متكرر. طبعا لحد هنا الاوبريتنج انكم هذه كل البنود اللي تولد الاوبريتنج انكم هي يس يعني ريكرينج يعني متكرره، كونتينيوينج اوبريشنز او ترانزاكشنز. الان هنا في عندي بنود غير عاديه، انيوجوال ايتمز، بنود غير عاديه لا تتكرر، هذه نو يعني نوت ريكرينج لا تتكرر، هذه البنود غير صالحه وغير نافعه انه احنا نعمل على اساسها بريدكشن ل الريسك والفيوتشر كاش فلوز، طبعا مقارنة بالاوبريتنج انكم ايتمز. اذا بالملخص الانفورميشن المتولد بالانكم ستيتمنت اللي هي الاتي من الريفينيوز والاكسبنسز والجينز واللوسز والنت انكم تساعد اليوزرز في تقييم اللي هو الباست بيرفورمانس، وتقدم ايضا مساعدات حتى انه احنا نقدر اللي هو لكاش فلوز ان فيوتشر او فيوتشر كاش فلوز. هذا هو فيديو اليوم، ارجو ان يكون واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.